خلينا طيب، يعني رغم ان انت بتعشق الكوره ومش هتعرف تعمل حاجه غيرها، بس خلينا كده يعني نفترض لو كوكا ما كانش لعيب كوره، يعني كان ممكن يفكر ان هو يطلع ايه مثلا؟ يعني اكيد في حاجه ممكن تيجي على بالك غير لعيب الكوره. مش عارف بصراحه، ممكن عشان بحب والدي بقى اطلع مقاول، اطلع نفس شغلانته بقى بصراحه، لان انا مش عارف اي حاجه في حاجه تاني بصراحه. بس طب من ساعه لما بدات تلعب كوره عامه في الشارع، انا عارفه عايزاك الاول تحكي لي بقى انت بدات ازاي. انا سمعت ان انت كنت بتلعب في الشارع مع صحابك في البساتين وكده. اكيد اي حد، ما فيش حد بدا في نادي معين، دايما اي حد بيبدا طفولته بيلعب كوره مع صحابه في الشارع، بعدين بقى اهله بقى بيبقى اللي هو بيبداوا يلموه شويه كده، يودوا اكاديميه، يودوا مش عارف ايه. فانا بدات كوره في الشارع، وبعدين بدأت كنت بلعب في مركز شباب البساتين. طب وانت بتلعب في الشارع يا كابتن كان برضو نفس المركز؟ كنت تحب برضو تلعب في نفس المركز؟ احنا في الشارع بنلعب اي حاجة، احنا طوبتين وكرة وبنتكل على الله، يعني بنلعب اي حاجة وخلاص. لكن انا من صغري كنت، انا وانا صغير كنت بلعب طرف شمال طرف يمين، كانش لا اي حاجة لها علاقة بالدفاع. جت سنة من السنين لعبت نص ملعب، فعديت فيه بشكل كويس جدا وثبت فيه يعني. بس مودك بقى عامه في الفن والاغاني، يعني مثلا لما تحب تدخل سينما ممكن تدخل افلام انجليش ولا عربي ولا كوميدي مثلا تراجيدي كده؟ عايز اعرف ذوقك في الحاجات دي. انا بالنسبه للاغاني ولا بالنسبه للافلام؟ نبدا الاول في الافلام. في الافلام عادي، ما فيش حاجه معينه بصراحه، اللي هو بيبقى الحاجه الترندي دي انا بحب اتفرج عليها، لكن ما فيش حاجه معينه يعني. الفيلم اللي بحس ان هو مسمع او حاجه ممكن اتفرج عليه، مسلسل كذا يعني، لكن ما فيش حاجه معينه. اكتر اغنيه بتحبها بقى ايه؟ بحب المهرجانات عامه، اي حد بيغني مهرجانات انا بسمعه. استحاله طبعا تغني لنا حاجه دلوقتي. ها؟ لا مستحيل كده عامه هي مش محتاجه موهبه دي خالص. ما هي مش محتاجه، هو كله بيغني بس بلاش انا يعني. صوتك وحش للدرجه؟ بلاش. معترف؟ بلاش. تأكد؟ بلاش صدقني والله. خليها ماشية كويس كده. كده حلو.